كل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان لا صوت يعلو فوق صوت مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا المباراه اللي هتجمع ما بين الاهلي والوداد على مركب محمد الخامس هنا بالدار البيضاء استعدادات مكثفه لفريق النادي الاهلي بيجريها طبعا وتدريباته على ملعب العربي الزولي عشان نتكلم في عن الامور بصوره افضل يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي الكابتن سيد برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي لا صوت يعلو فوق صوت مباراة النهائي الأهلي والوداد وطمننا وطمن كل الجماهير على آخر استعدادات فريق النادي الأهلي لهذه المباراة يعني طبعا الحمد لله كان الامور ماشيه الحمد لله كويسه يعني باذن الله تعالى يكون يوم الاثنين ان شاء الله من الساعه 8 هنا في المغرب 9 في توقيت القاهره ان شاء الله الرحمن نكون عند حسن الظن ونكون باذن الله جايين بنفس التركيز والتوفيق ان شاء الله يكون حالفنا باذن الله. كابتن سيد قلت كلمه في غايه الاهميه مباراه لعيبه شخصيات لعيبه دوافع حضرتك للكلام اللي تتكلمه مع اللعيبه لان رسائل حضرتك اكيد بتوصل للجمهور وبتوصل لعيبه النادي الاهلي بس هو فاينل أفريقيا يعني بطوله بدات السنه دي تحديدا من 16 10 من مباراه سوريتي بطل النيجر يعني داخل في قد ايه دلوقتي بتتكلم في حوالي سبع شهور يعني ما بين مباريات وما بين دوري مجموعات وما بين مباراه الرجاء ثم وفاق الصيف ثم بتختمها بالوداد مش هتكلم كتير على الاحداث بتاعت المباراه واقامتها لكن في النهايه انت جاي جايب شخصيتك جايب اسمك ما تهتزش لحظه واحده تلعب مباراه فاينال يكون التوفيق حالفنا والمباراه اللي هي ذات طبع خاص ديت بتبقى احداثها هي اللي اللي بتفرق يا رب ان شاء الله الاحداث تكون في صالحنا باذن الله تعالى أه بشكر كل واحد في المنظومه ادى دوره على اكمل وجه كل محدش ما حدش ابدا أثر في اي حاجه أه الدنيا كلها ماشيه بشكل كويس كل واحد قام بالدور اللي عليه حتى الجمهور اللي جاي والناس بتكلمك من بلجيكا ومن امريكا ومن استراليا ومن الامارات ومن قطر ومن كل مكان في, في في العالم كل بيبقى بيسال يعني يشتري التذاكر منين هي التذاكر موجوده يعني كل التذاكر موجوده في مركز تدريب الرجاء هنا في في الدار البيضاء يعني كل الدنيا ميسره الحمد لله كل واحد جه وكل واحد فكر انه هو يجي وكل واحد حتى ما جاش انا بشكره طبعا لان انت في الاخر يعني عارف كويس قوي اهميه اللقاء احنا ان شاء الله باذن الله يكون عندنا برضو نفس الرغبه ديت ان شاء الله نكون عند حسن الظن من اول ثانيه لصفاره الحكم ما تهتزش لحظه ايا كانت النتيجه وايا كانت احداثها انت جاي وانت بتلعب خامس فاينل في سادس سنه يعني من 17 من 2017 لحد دلوقتي انت ما غبتش على الفاينل غير في 2019 17 و 18 و20 و21 و22 نشرح من نعبر عن نفسنا نعبر عن نادينا نعبر عن تاريخنا ان شاء الله بشكل كويس ان شاء الله تمام حضرتك مع الكابتن محمود الخطيب قلت كلمه مهمه قلت مع صفاره الحكم خلاص الامور بتتساوي 50 50 وايضا اتكلمت على دور جمهور النادي الاهلي وكنت بتاكد على هذا الامر وجود الجمهور حتى لو بعدد قليل بيبقى رساله قويه جدا للنادي الاهلي والله بعدد كويس وعدد كبير احنا 50% من بطولاتنا ال10 اساسا واخدهم بره مصر اساسا يعني يعني 82 اول بطوله انت واخدها في كوماسي حتى اخر بطوله واخدها من المغرب 82 واخدها من كوماسي في 2006 واخدها من صفاقس في رادس و2008 واخدها من جرو من القطن الكاميروني و2012 من الترجي في فرادس و2021 واخدها من هنا من المغرب يعني 50% من اصل المجموع البطولات كلها واخدها من بره هي مباراه بس يعني اخر نسختين واخر ثلاثه من مباراه واحده لكن في النهايه ان شاء الله الرحمن باذن الله نعبر عن تاريخنا نعبر عن نادينا نعبر عن اسمنا ان شاء الرحمن كل واحد يقدم مباراه كويسه باذن الله بعد مباراه الرجاء قلت رساله مهمه جدا لعيبه النادي الاهلي لهم عندنا 90 دقيقه من نار في المغرب اللي خايف ما يجيش الرساله اللي هتقولها النهارده للاعيب النادي الاهلي وانت مقبل على مباراه اعتقد مباراه تاريخيه للنادي الاهلي <تصحيح> احنا بنلعب الوداد الفرقه كويسه جدا ارقامها السنه دي مختلفه عن كل السنه اللي فاتت عندها جهاز فني محترم عندها لعيبه محترمه بالتاكيد لكن في النهايه هي مباراه فاينل احداثها ان شاء الله الرحمن تكون موفقين فيها باذن الله وان شاء الله الرحمن نختمها ممكن تمتد ل 120 دقيقه انت ما تعرفش يعني, يعني لسه مش 90 دقيقه بس يعني بغض النظر عن اي شيء انت جاي زي ما قلت كده باذن الله باذن الله تعالى نكون تركيزنا حاضر ونكون شخص حضرة باذن الله اخيرا عايزين نطمن على محمد عبد العال سيد لا محمد صعب جدا صعب يعني يلحق لكن الحمد لله السليه وديانج وحمدي فتحي الحمد لله الامور كويسه الحمد لله كابتن سادو بالتوفيق ان شاء الله باذن الله يا رب شكرا اعزائي المشاهدين متابعين شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان ده كان لقائنا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي كلام مهم جدا يعني عن يعني استعدادات فريق النادي الاهلي يتبقى ان شاء الله التوفيق ربنا سبحانه وتعالى ويوفق فريق النادي الاهلي في العوده من المغرب بكاس البطوله باذن الله